The Islamic Center of Tennessee presents وَاَعْتَدِينُ سُدُ الْخُلَلْ Straighten your lines because the gaps استَوْ حَادُوا بَيْنَ الْمَلَاكِ وَالْأَقْدَامِ Close your gaps, straighten your lines. Allahu Akbar. Subhanakallah. Tabarak ismuka wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين هذا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب كأنه جماء إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك الله أكبر. تحية المباركة الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على شكرك على عبادتك. استغفر الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. JazakAllahu khair. Very quick announcements. Tomorrow, inshallah, we have Khalid Yassin with us. Inshallah, he's going to give the halaqa between Maghrib and Isha. So if you have some time, please make it, inshallah. Also, we will resume from this Jum'ah our tafsir class, inshallah, between Maghrib and Isha on Fridays. So please make a time to attend. JazakAllahu khair. Thank you.